عدد السيارات اللي دخلت العراق وسجلت في العراق 3 ملايين تقريبا. طيب 3 ملايين و 800 الف سياره. عدد السيارات اللي تم عليها المحاسبه الجمركيه والضريبيه تقريبا مليونين، يعني مليونين مليون و 800 الف سياره دخلت بدون جمارك. كيف دخلت هذه؟ من اللي اخذ الاموال؟ اذا نحسبها هذه بالمعدل احنا نتكلم عن مليارات. هذا الرقم يساوي ما او يزيد على ما سرق في الامانات الضريبيه. فاحنا في دوله حقيقه اصغر سرقاتها مكافئه لسرقات الامانات الضريبيه.